احنا النهاردة بنتكلم على 1,750,000,000 جنيه سنويا، حتى لو حضرتك بتقول ان احنا فعلا معناش، بس احنا عبقنا موارد، لان هذا القطاع عليه تبرعات كتير. المسألة في حوكمة تبرعات الأيتام ووصولها إلى مستحقيها، وده الحقيقة احنا بندخل فيه مع جمعيات أهلية ومع الجمعية الشرعية ومع جمعيات أخرى كثيرة. فاحنا نفذنا أمر سيادتك يا فندم ووصلنا ل 20% منهم، وإن شاء الله نوصل لغاية ال 30 من غير ما ناخد حاجة، لأن كمان دولة الرئيس سيادته وافق إن احنا هناخد 5%. سيادته وافق إن احنا ناخد 5% من تكافل وكرامة بنصرفها في مساعدات، مش لازم دعم نقدي شهري، لكن بندفع مصروفات مدارس، بنجيب لهم ملابس عيد، بنخرجهم، بنعمل لهم حاجات كتير. لكن تأكد حضرتك يا فندم وإن شاء الله في إيد أمينة ونحسن لهم الوضع اللي جاي، لأن هنحاسب عليهم. دكتور معيط عزز الرقم دوت يعني. ها لا واحنا كده برضو على الهوا بقى. ها طيب يبقى نخليهم يعني هو 1,750,000,000، هنحط 1,750,000,000، هنحط 1,750,000,000، يعني يبقى 3.5 كده يا دكتورة. اي فندم 3.5 ان شاء الله. طيب ماشي، متشكرين. شكرا شكرا دكتور مصطفى. لا احنا اللي متشكرين يا فندم، شكرا. محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده جيب مصر.